السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك شيخ؟ ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل الشيخ، ال 12 ركعة اللي هي ثوابهم أصلي في الجنة غير الفريضة، يتحسب منهم الوتر وال لا ليس الوتر بداخل فيهم، هم 12 كيف هتدخل الوتر فيهم؟ يعني الوتر ولا الشفع ولا الوتر منهم؟ لا السن الرواتب يا بني، الرواتب ركعتان الفجر، أربعان قبل الظهر وركعتان بعدها، أصبحت ثمانية، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. تمام، شكرا يا شيخ. الله يسلمك.